شو بعدك سهرانة؟ كيف كانت سهرتك مع سيرين؟ عفوا؟ عم بتراقبيني ميرا؟ عم بتكذب علي مازن؟ لا ما عم كذب عليك، البنت عزمتنا على عيد ميلادها وعلى اساس رح يكون في ناس، قلت لها انا وياها لوحدنا. وليت تقبل الدعوة؟ ما فهمت ليش ما بدي اقبل الدعوة؟ لأنه البنت حاطة عين عليك. شو عرفك ميرا انه البنت حاطة عين علي؟ نحن البنات بنفهم بين بعضنا. هلا غيران علي من سيرين؟ ايه بغار عليك من سيرين ومن سهيل ومن كل بنت بتقرب عليك. شو هالحكي هيدا؟ خلينا بالموضوع الأهم. قربت المواجهة بينك وبين رشيدة، كيف ناوي تنتقم؟ ما بعرف بس بدي اياها تموت مثل ما ماتت أمينة ورشاد من ضمن وسخ إلينا. مازن رشيدة ما لازم تموت. ما لازم تموت؟ بعد في يومين وبتقفلس الشركة، ما بيبقى لها شيء، لا ولادها ولا الشركة ولا رياض، شو بعد بدك؟ رشيدة قتلت. صحيح ما قتلت بإيديها، بس هي اللي حرضت على قتلي وقتل نرمين وقتل سهير. ما بعرف، بس بترجيك ما تقتل رشيدة. تركها تتعذب بعيدة عن ولادها. مصاري ما بقى معها، ورياض رح يمسكوه ويعدموه. خلاص. ميرا للآخر ليش ما بدي كاني أقدر على رشيدة؟ شو في؟ بدك الحقيقة؟ أنت ما لازم تقتل رشيدة حتى تقدر تثبت نسبك. أنت أحمد العثماني، منك مازن ناجي، فهم بقى أنت منك خيي. ليش عم تحكي هيدا؟ ليش جيت من بيروت على تونس؟ لأني بحبك وبدي ضل حدك. أنا مش أختك، أنت من بيت العثماني وأنا من بيت ناجي، نحن مش أخوة. ميرا بس أنا ولا مرة عملت خير إنك أختي، ولا مرة فكرت إنه ممكن تكوني بتحبيني أو إني أحبك. نحن وصغار بعملك أخت يا عمي. بس أنا مش أختك. فكر بالموضوع، اطلع لفوقك، قعد فكر، ما رح تخسر شيء. بترجيك بليز فكر شوي بالموضوع، كرمال العشرة اللي بيناتنا. بترجيك مازن أحمد بليز، بس بتعزني شوي. أنا كتير بحبك. سامحني يا عمتي، ما لازم نمشي معها هيك. شوفي يا ماما تعبة برشا. بيصير شو عم يظهر لك؟ بديك تحسن شوي نجي معك الشركة. باهي باهي ان شاء الله. بس هاي تصبح على خير. على خير. صباح الخير.
محمد. حبيت نقول لك اللي انا عينت عبير في بلاستك في الشركه. خير هاي تصوم عشرة جالة هنا شركة. وين باش تخدم؟ ولا مرتك دبرت لك خدمه في لايت هاوس؟ يا سي بون دبرت خدمه بيا في لبنان. بيه مبروكين على بعضكم. وقتاش ناوي ترجع؟ ايه ما عادش راجع. هكا جمله؟ جمله. ما جيش عاد كيفاش؟ ما تجيش تطلع على سعاد؟ صباح الخير محمد. نهار اللي تندم ما تجيش تطلب مني السماح ولو نبدا في قبري. Hello, Lighthouse Consulting. How can I help you, sir? Of course, I can. Wafi! عملك وافي! شو في؟ إذا بعد مرة واحدة بتتعاطي مع مازن، وشك تاني رح تشوفيه سامعة؟ لك احكي سامعة؟ بس ما هيك أنا سامعة؟ ما بدك. يمينة يمينة صباح الخير مدام. شنو هو هذا؟ سامحني ما فهمتكش. لشكون محضرة الفطور هذا الكل؟ تعمل عليا بالعاني ولا شنو؟ سامحني مدام، حضرت لك فطورك، فطور مدام وفاة، دليل، هند، مها. يا سامحني مدام، والله في بالي بيت وهوني. خشلي بقى امشي بيا فازي. ما في شي ماما. ميرا مازن منيح؟ ايه مازن بخير، كلنا بخير. انت اكيد ما عم تخبي عني شي. شو بك يا ماما؟ شو فتحين تحقيق؟ بونجور سيرين. بونجور ستيز. شو بكي سيرين؟ ولا شي. عم بقليك شو بكي؟ ميرا بالمكتب؟ ما رأيت عليك شي؟ لا. اوكي ديري بالك على حالك وديري بالك على مازن. دخلك بعد ما اجى على المكتب؟ هو بالبيت. لكن ماما بحكيكي بعدين. اوكي شو هاللعب الاولاد الصغار اللي عملتيه مع سيرين؟ لحقت تخبرك الست؟ ما فتحت تمها، بس تهديدك بين على وجهها. برافو مازن شاطر، بتعرف تقرا الاحساس والمشاعر وجوه الصبايا، بس انا ما عرفت تقريني. ما بحياتك حسيت انا قد ايه بحبك. لاني فصلت ميرا، فصلت الموضوع من لما كبرت وصرت صبيه، لانه ما رح اسمح لنفسي نايم حد بنفس التخت وفكر فيك اكثر من اختي، لانه ما رح اسمح لنفسي كمان انه تكوني حاطه راسك على اجري وعم بلعب لك بشعرك لانه راسك عم بيوجعك، لاني ما بدي خون الامانه اللي امنوني اياها نجيبه وتوفيق عليكي وعلى عائلتهم.
لأنه مش ممكن أفكر فيك غير إنك أختي. ما سألت حالك ولا مرة ليه أنا جيت من بيروت على تونس؟ ما سألت حالك ولا مرة ليه ما حكيت مع ولا رجال لا ببيروت ولا بتونس ولا بأي بلد؟ شكيت إني بحبك. كم مرة قلت لك حبك ما رح يفيد؟ كم مرة قلت لك فكري بعقلك مش بقلبك؟ بشكرك. بشكرك على صراحتك. يا خيي. بدك ترجع على لبنان يا را؟ بلشنا سوا ونخلص سوا. وتواجه شركة بيوتي جملة من المصاعب الاقتصادية بعد اكتشاف مواد سامة في تركيبة المنتوجات التي تصنعها في مجال مساحيق التجميل، وكذلك مواد العناية بالبشرة والشعر. وإلى جانب الخطايا الاقتصادية، فإن مسؤولية جزائية تهدد مالك الشركة بعد عدة تشكيات رفعها مواطنون إثر تضررهم جراء استعمال منتوجات بيوتي. نعود إلى عبير برشت بيروك. عمتي يا أخي شنو هي الحكاية؟ يطلعوش جماعة هذوما بيدهم اللي عندهم مشكلة مع بابا؟ وي سون دوت. مني قلت لك الناس هذوما ما يلعبوش، كيف يحبوا يربي واحد يحشوله سقيه جملة. يا أخي تعرفهم أنت؟ لا، أما شك في واحد منهم كان يخدم مع صالح يرحمه في الديامونت. صارت برشا مشاكل ما بيناتهم يا أخي، تفهموا باش صالح يبعد كومبليتمون. وبابا كان يخدم معاهم؟ بو كان يخدم صانع عن صالح وكان يخدم ما بيناتهم. ما نعرفش كان اللي نخم فيه صحيح ولا لا. على كل حال وصلوا اللي حبوا عليه. دقدقونا يا هند. ما تسلمش عدا يا عمتي، نعرفك قوية. هدوني. لطف عليك. وانا هاني معاك هند. ثم حاجه برك نجم تعاود توقفني على سقيه كان تجاوبني عليها. تو تشوف عمتك اللي تعرفها ترجع قويه كيما العاده. بيه قول شنو هي برك هند. نجم تكون حبلة بسيط لعلى تاع تونسي تيليكوم في رمشة عين تلقى صحابك الكل حتى اللي ما ريتوش عندك سنين. تيليشارجي موزيكتك في دقيقتين تبعث تصاورك جوك وحياتك الكل. دينيتك كاملة بيديك في كليك.
ومع الباك لي 4 جي نتاع اتصال تونس انت اللي تختار الباك اللي يساعدك باحسن سوم في المارشي. تمتع بالكلي 4 جي فيها 5 جيجا صالحين شهر ب 30 دينار ولا 5 جيجا صالحين شهرين ب 40 دينار كهو. والكلي هدية. اتصال تونس دنيا اخرى. في زنيقي حلق الويد عشنا وتربينا، كبرنا يحبوها وصغارنا يفرحوا بيها، واليوم العائلة كبرت ولمتنا حليت. وجديد ستيل عصير منين في أربع نكهات يحليو القعدات، ستيل وحده في البنا. وش عبني لبلادك هم وانا مش منه، وش عبني لوادكم وش لسني نعوم عقب الليالي. ناس بكري قالوا اللي يقصد يقصد دار كبيرة، شهر رمضان شهر الخير والبركة، يزهي الكبير ويفرح الصغير. كيف ما تعرفوا العشي وفما ما لو قيت لما، تابعونا في النص الثاني من شهر رمضان في وقيت لما مع فنان على قناة حنبار. قمرة ونجوم تواسي يغنوا في موال سي كاني سي يي عبدو للعمر رومانسي، ما تقول الوقت صعي يي قول قلب بنادم مكسي. باش تدخل تقرا؟ سيد المدير، ما نسالش تقيد لي بنتي في نفس القسم هي محمد العثماني. محمد العثماني عندنا زوز في السنه الاولى، انا ومن هو؟ ولد رشيد عبد الدين. ايه، اما هذاك القسم مع بي. ورس بنتي ما كان عندي حتى حل باش نكبرك وعايشك قدام. قد بلاصة ولا جعلك؟ لا دخل جوج مئة، ما تصورش كان الجماعة مازالوا نصبين العسى على الدبو. جماعة الحاكم نعرفهم كيفاش يخدموا، مستحيل كان يخموا اللي احنا مازلنا لهنا. وتو شنو تعمل؟ تو نقول لك، انا عامل حسابي للنهار هذايا من قبل، غير حكاية الدلالة هي اللي بلبزت لي ورق الكل.
وراسك سي رياض حسابهم عندي الكل. راجل علي تهنى مناش باش نطول هنا. ايه مش بتاعت مرميت والله يحرم بيناتنا هنا فرحان باللي صاير يا اخوي. خلي تصفي امورها مع الناس ومع الحاكم فرد مره بشكاكه. كي تخرج تعود حياتها تعود على قنطره صحيحه. لما خير ولا تقعد متخبي او خايف. هي هو كلامك صحيح. اما تخاف لا تلبس القضيه وحدها. يلزم محامي كاسح. يلزم الحكايه تولي قضيه راي عام. مش كون المحامي ضايف خرج منها. قوم تنقلك شرطة الحدود. هاي سريات ربي معك. شبيك علي؟ اطلع يا زبركك. وين اطلع؟ شو اطلع خينا وتقعد لنا بشو اللي فرح حبسه؟ ما تخافش تهنى عليها تدبر راسي. علي سكر فمك واطلع. ما تخافش الريق الامور نرجعوا لها. يلا رايس عايش كلا. الو الو كيفك توفي؟ برافو يا بطل وصلتني اخبارك. انا فرحان بيك. انا اللي ممنونك. لو ما منك ما كنت قدرت انتقم من رشيده وجماعتها. شنو وقتاش ناوي ترجع؟ بعد باقي شوي بدي اقابل رشيده والجبوج. رد بالك منها مجرمه راهي. ما بقى فارقه كل همي تعرف بس مين هدم لحياتها. ما تتهورش بس ما زلت حاجتي بيك. قلتي تهنى بابا عندك كان رجال. اوكي طمني بعد ما تكمل منها. ماشي الحال. باي باي. الو نبيل خدها لعندي على البيت بدي اشوفها واشكرها. ميرسي. سيرين تعالي عندي هلا على المكتب.
مازن صاحب مازال يذكرني في بالو بيك جاي ادخل ارتاح. قديش توحشت ولادي وقتاش نروحوا؟ حتى هما توحشوك كنا توحشني انا كملنا سي باش نروحوا بعثناهم على طول. مازن مازال يبتع؟ هاو جي. قديش تمنيت نعنقك اول نهار جيت فيه لدار رشيد امام ليت عيني بيك. رشيد هو انت تدخل فيه تعطي براس لا بلاك يا بابا. هيا هيا امشي ارقد عزيزي. انت ما في منك وجوزك ما في منك على الهم منكم ما كنتم. الو ست رشيده؟ لا انا ما بعتش. شو عملتي؟ قومي وقولي لي شو عملتي؟ عم بتصرخ. يا تنتقم مني رحت بعت مساج لرشيدة قلت لها انه انا قبلها لنرمين. انت جنيت؟ هلا رشيدة كانت معي على التليفون وطلبت انه تشوفني اليوم. عم بتشك فيي مش انا. مين بدي يكون غيرك لكن؟ والله العظيم مش انا. ما بعرف. انا رايح لعند رشيدة. بدك اياني روح معك؟ روح لوحدك. ما
بركي عملت لك شي، بركي اذيتها. ما بقى فرقانه معي انت، اللي عشت كرماله حققته. انتبه على حالك. شوف الولاد، قضية مش سهلة كما تصوروا هانتوما. احنا نحاولوا باش نقنعوا السيد القاضي اللي باش ننظر للقضية من ناحية البنية وقع ابتزازها والتغرير بها وحطوها تحت طائلة التهديد. الور تجيب لي المؤيدات اللي عندك الكل، وخاصة الفيديو متاع اختك اللي انتحرت. وان شاء الله ربي يوفقنا نجيبوا لها اقصى ظروف التخفيف. عايشك متر، طمنتنا. وهي راهي القضية تنجم تاخذ منعرج آخر وتولي قضية رأي عام، وكان تحبوا تزيدوا تعاونوها تعملوا لها حملة كبيرة على ريزو سوسيو. شوفوا جراي حقوقيين يعاونوكم وترجع بالفايدة الحكاية. باهي متر، نزيد باش نعطلوك. شكرا سيدي. يعيشك يا سيدي. موسم السنة هكا الحكاية وفات، وباش تفهموني شوفوا كيفاش بدا. موسم ليلة النص، موسم ليلة 27، موسم العيد. تشبيني أنا ناسي ناس ثلاثة مواسم ورا بعضهم. رمضان السنة هي مشينا باش نختاروا الموسم. وكالعادة بين الشركة والشركة ولا تعركة. يا أخي باش ناخذ طفلة ولا دارهم أنا. وكي شي محلي في عينها تي نقصد في عين أمها. قلت نهدي لها صيفة سيرفيس يملى العين، سيرفيس كادونات، وهديك لعزيزتي أقوى انترنت. دي حتى أمها من الفرحة طاحت ما في عينها بلة. مع سيرفيس كادونات متاع أريدو رمضان السنة الانترنت تهدى. يكفي باش تضغط نجمة 124 جيز وتهدي الانترنت من تليفون لتليفون وإلا من تليفون للكلي، وهكا تهدي الانترنت للناس اللي تحبهم. وانتي كان ماكش أريدو نجم تتمتع بالسيرفيس هذا وتخلي نمروك هو بيدو. امشي على جيجة الأقرب بوتيك أريدو. أريد. وشابني لبلادكم وانا مش منه، وشابني لوادكم وش لسني نعوم عقب الليالي. ناس بكري قالوا اللي يقصد يقصد دار كبيرة. شهر رمضان شهر الخير والبركة، يزهي الكبير ويفرح الصغير. كيف ما تعرفوا العشي وفلنا ما لو قيت لما تبعونا في النص الثاني من شهر رمضان في قيت لما مع فنان على قناة حنا بار.
يمينة يمينة شو الحكاية امشي مش رشيد عبد التايب بيان جوي يا مينا مشكل كنت تحب تهز ايد وحده هي فيش تحكي بيه هي تحشتو بيكي ما حشتو بيه هي ما نخاف نقلق الحكايه تكبر ثم حتى قلق نجاح الشخصيه ما دخليش في الخدمه بالكل حتى كي عرست وكي جيت عايده عمري اللي هبط لك وصلت تسويق علاش؟ لبالي الستار يستعملوه من حكايه الروم كان عندي احساس كبير اللي باش يجي نهار وايدي يرجع لي من وقتها خممت الحكايه اهلا بالفنان مرحبا ليش هون عملنا سيلفي؟ ايه افيك بليزير اضحك مدام صبا عندك وجه وجه تسلم عندي وجه وسقين ونجي نسلم توحشت وحبيت نجي نبوسه يا اخي شو تحب مني الفلوس واخذيتها قلت لك وجه ما تحب تشوفه اعصابك مدام ما تنساش ولدي ومقيد باسمي ماتش ولدك بوش قيدوا باسمه ابو سكوب هيلة هذي مبروك فرصك عاد انت تموت عليهم الحكايه هذوما فماش ما تزيد تدبر حويجه ما رخصك مانيش رخيص اما عملت لك سوم من فضلك حد غادي سامحني تو تحبش الفضايح سي نورمال البس مرايات نستر هذا هو هذا ما رخصو عامل ما تخممش دم يهدر رجع لي مقتنع بالحكايه دونك مش قايدو باسمي ومش كل العالم الكل اللي يد ولدي انا منك انت
مرحبا. تحب تقتلني؟ شد اقتل فزي. أما قبل كل شيء نحب أقول لك حاجة. شو بعد عندك تقول يا ست رشيدة؟ مازال برشا كلام يلزمك تسمعه يا أحمد يا عثماني. قبل ما أسمعك، ميرا هي اللي خبرتك ما هيك؟ ميرا لا خطيها، الحكاية أكبر منك ومن ميرا. أحمد أقعد. أنا ما قتلتش أمك، وعمري لا خممت باش نقتلك. أنا كنت شاهدة وسكت على خاطر خويا مورط، عادي باش نغطي عليه. نجم تحاسبني كان على حاجة واحدة، وقت لي صالح جابك باش تعيش معنا ما قبلتش. عادي، انتي ولد امرأة فكت لي راجلي. جامي جامي نقبل باش تعيش معايا فرد دار. انت وصالح وديتوني للموت. نجم تقولي كيفاش منعت من الموت؟ الأكل المسموم اللي أكله طفلتين بدالي، وأمينة دفنته محلي. أوكي، توا بديت نفهم الحكاية. وبعد توفيق الناجي، رفيق الوالد روح بالروح، راح على الميتم تشوف كيف ماتت، وتفاجأ أني بعدني عايش. وطبعا بالاتفاق مع أمينة تيغطي عليها حطني باسمه، واخدنا معه وعيشنا عنده بلبنان. توفيق الناجي؟ ليه عاد مش توفيق الناجي، سليم توفيق. محمد سليم توفيق. نجم جاوبني كيف توفيق الناجي صاحبك الروح بالروح كما تقول انت؟ علاش ما هبطش عزة اولاده كيف مات؟ جاوبني. ما بعرف. انا نعرف توفيق الناجي هزك وربيك باش يجي نهار وترجع وتاخذ له بثاره من شريكه صالح العثماني، وتنتقملوا من عيلته على خاطر بيناتهم ثار حكاية كبيرة. وقت اللي عرف اللي صالح خان العهد بعثك باش تنتقملوا من عيلة العثماني وعبد الدايم، خاطر يتصور فلوسنا ورزقنا ومالنا الكل من حقه. توفي عنده شركة كبيرة وآخر همه المصاري. المشكلة ما هيش مشكلة فلوس، المسألة مسألة ثار. ونعرف اللي هو بعث لي المساج. شو المشكلة اللي بينيته؟ عن أي طار عم تحكي؟ أحمد، كنت تحط يدك في يدي تو نعرف المشكلة اللي ما بين صالح.
الفرد قدامك والدار فارغة. ليش بتقتل؟ أنا جيب أنا نازلة. مازن جاي معك؟ لا مازن منو معي. قولي لا توفيق ينطرني على المطار. أوكي توفيق مسافر سفرية عمل ويمكن على باري. مسامة بدي اسمع دينا. لا اسمع فضل. ايه بونجور. مرسي. كون ربح توا انتي والعيلة. دمرتكم. فتقتكم من بعضكم. فلست لك عائلتك. وبيد شكون؟ بيد ولدك احمد العثماني. من قتلك؟ قتلك ما تلعبش معايا، ما تجمنيش. ربي فضلك ليا انا مشي وعليا وليدي الكل. شو فيك يا وليدي الكل؟ كانت صدمة، صدمة كثير كبيرة لي. عارفة اكل حال يعوض علينا الله. انا بتأسف انه كنت السبب لموت صابر. احمد ان شاء الله ربي يقدرني ونعوض لك المحبة والحنان تعلم اللي تحرمت منه اسمه. فضلك يخليك ليا. اسمعني، لازمك تحضر لي ان تري غراند ايفينمون على ليشيل انترناسيونال. كلزم ليفينمون دو ميس موند باغ اكزومبل. وي في تونس. وي جاشين. داكور. اي وقت يجي تخطبوا تاو؟ والله ان شاء الله الجمعه الجايه. يا اخي علاش ما نعملوش عرس وخطبه من بعضها؟ واه خلي حتى نكملوا لدينا عمو. مش باش تسميه الولاد؟ شو سميه؟ صابر. بيعانا المدرسة. أنا نحبك تقيد لي بنتي في نفس القسم هي محمد العثماني ولد رشيدة عبد الدين. تهنى مدام. هكا؟ هكا تعمل زوجة. يا سي بيه بيه نتاعك.
تعال عبايه يا سعاد، تعال عبايه، سكر فمك، سكر فمي، مسكر فمي هنا. كان ما عملتش هكا راني انا وياك فردق بره. قلت حاجه والله لا تحشمها. وريك شنو معناها ما نحشمش.